صباح الفل يا شباب، اهلا وسهلا بيكم طلاب الفرقه الاعداديه كليه الهندسه. انا دكتور محمد الغبوشي، والنهارده ان شاء الله هنكمل شرح لاب جديد وفيديو جديد من سلسله فيديوهات الخاصه بشرح معامل ماده اساسيات برمجه الحاسب. واتفقنا ان احنا ان شاء الله في الكورس ده احنا شغالين بروجرامنج بالماتلاب. احنا اللاب بتاعنا النهارده هناخد فيه ثلاث حالات او 3 سيتويشنز مختلفين للوايل ستيتمنت. احنا عارفين ان الوايل ستيتمنت هي تعتبر ايه؟ تعتبر جمله تحكميه من ايه؟ من الريبيتيشن كنترول فلو ستيتمنتس، اللي هي ايه؟ الجمل التحكميه التكراريه اللي احنا قلنا بنستخدمها ان احنا نعمل ايه؟ نعمل لوب او حلقه تكراريه. فانا عندي 3 سيتويشنز مختلفين للايه؟ للوايل ستيتمنت. احنا اتفقنا، تعالى افكركم بالمحاضره احنا قلنا فيها ايه؟ قلنا ان انا عندي في المحاضره في عندي حالتين رئيسيين. ايه هما؟ الحالة الاولانية ان انا عندي اللوب دي بكرر تنفيذ الجمل اللي بتبقى جوه اللوب، اللي جوه الحلقة التكرارية دي، تمام، طول ما الكونديشن او الاكسبريشن اللي هو بتاع الوايل ده متحقق. طول ما هو ترو انا بكرر تنفيذ الجمل اللي جوه ايه؟ اللي جوه اللوب. قلنا بنكتبها ازاي؟ بنكتب وايل وبعد كده الكونديشن او الشرط او الاكسبريشن بتاعي، تمام، اللي انا بقعد اختبره واتاكد ان هو ترو ولا فولس. طول ما هو ترو او متحقق انا بدخل جوه اللوب وانفذ الجمل دي اللي احنا سميناها اكشن ستيتمنتس او الاوامر اللي انت عايز تكرر تنفيذها، تمام. وفي الاخر بيبقى فيه في نهايه اللوب ايه؟ اند. يبقى انا هنا اللوب دي كلها بتتكرر بناء على ايه؟ على الكونديشن ده اللي انت حاطه هنا. فالكونديشن ده لو متحقق انا بكرر تنفيذ الاوامر اللي جوه اللوب. طب لو مش متحقق، من اللي بيحصل الكيرسور بتاعك اللي واقف هنا بيعمل جامب لاول امر بعد مين؟ بعد الاند، يعني كانه مش شايف اللوب خالص ويعمل لها ايه؟ ويعمل لها سكيب. طب دي السيتويشن الاولاني. طب السيتويشن الثاني، السيتويشن الثاني ان انا يبقى عندي عدد معين من الاوامر وعايز اكرر تنفيذهم بس ايه؟ بس عدد معين من المرات. زي مثلا هحسب متوسط درجات 100 طالب، هحسب البونص او حوافز 50 موظف، 1000 موظف، يبقى ده كله ايه؟ بهو بكرر تنفيذ هم نفس الجمل انا بعملهم لنفس الموظف الواحد بس بكرر تنفيذهم لعدد الموظفين. هي نفس الجمل اللي بعملها للطالب الواحد بس بكرر تنفيذها لعدد الايه؟ الطلبه. يبقى بعملها ازاي؟ بعمل عداد اللي هو لوب كاونتر وبديله قيمه ابتدائيه، وبعد كده بخش اكتب الوايل وبين قوسين الكونديشن بتاعي او الشرط اللي انا هختبره في كل اتريشن او كل لفه ان هو ترو ولا لا. والكونديشن ده بيبقى مبني على مين؟ على العداد بتاعك اللي انت حطيته اللي هو اللوب كاونتر. يعني مثلا اللوب كاونتر ده لو بادئ بالعدة صفر وانت عندك هتعمل الشغل بتاعك ده على 100 موظف مثلا، يبقى هتقول ايه؟ وايل اي اقل من 100، انك هتلف 100 مره. فطول ما قيمه الاي ده اللي هو العداد او اللوب كاونتر ده اقل من 100 فالشرط ده متحقق، فهيدخل جوه الايه؟ جوه اللوب، يكرر تنفيذ الجمل دي اللي هي الاكشن ستيتمنتس، تمام، الجمل اللي انت عايز تكرر تنفيذها. وما تنساش في نهايه اللوب انك ايه؟ تزود قيمه العداد بواحد، تعمل انكريمنت للوب كاونتر بواحد. ليه؟ عشان خاطر نتجنب ان احنا ندخل في ايه؟ في حلقه تكراريه ما لا نهايه اللي هو اندلس لوب، اللي هو انفينيت لوب، كل ده بنفس الايه؟ المعنى. وبعد كده بننهي بايه؟ بجمله الاند. طيب طول ما الشرط بتاعك ده متحقق، طول ما هو جوه اللوب وعمال بايه؟ بيكرر تنفيذ الجمل، اول ما الشرط بتاعك ده يتكسر يبقى فولس، نفس الكلام هيخرج بره اللوب، هيكنسل اللوب كلها كانه مش شايفها، يعمل لها سكيب ويعمل جامب. الكيرسور بتاعك بدل ما هو واقف هنا هيعمل جامب لاول امر بعد مين؟ بعد الاند. طيب ده كده السيتويشن التاني. طب يا دكتور حضرتك قلت سيتويشن، في سيتويشن كمان تالت، ايه السيتويشن التالت؟ السيتويشن التالت ان انت يبقى عندك الشرط بتاعك ده ميكس من الحالتين، الحاله الاولى والحاله الثانيه. ازاي؟ تعالوا نشوف. طيب انا هنا اللاب بتاعي ده اتفقنا ان انا عندي ايه؟ عندي 3 سيتويشنز. السيتويشن الاولاني ان انا عندي الوايل ستيتمنت هتشتغل او هكرر تنفيذ الجمل اللي جوه الوايل ستيتمنت على ايه؟ بناء على سيرتين كونديشن، على شرط معين. طيب السيتويشن الثاني ان انا هكرر تنفيذ الجمل بس ايه؟ بس عدد معين من المرات، وبالتالي هيعتمد على مين؟ الكونديشن، على اللوب كاونتر.
طيب السيتويشن الثالث ان انا عندي الوايل ستيتمنت بتاعتك دي، بس الكونديشن بتاعها او الشرط بتاعها معتمد ان هو ميكس ما بين الحاله الثانيه والحاله الثالثه، وهنشوف الكلام ده. طب تعالى نشوف الايه الفيرست سيتويشن، ناخد عليها كده تمرين ونحله مع بعض. بص هنا بيقول لك ايه السيتويشن الاولاني ده، ان انا عندي الوايل ستيتمنت هتتكرر تنفيذ الجمل اللي جواها او الاوامر اللي جواها بناء على ايه؟ على شرط معين. ايه اللي موجود عندك هنا؟ بيقول لك اكسرسايز رايت ا ماتلاب بروجرام تو كالكوليت اند برنت اوت ذا سم اوف ذا انبوت نمبرز، مجموع الارقام اللي هيدخلها لك اليوزر او انبوت نمبرز اندرد فروم ذا يوزر اف ذا انبوت نمبر از بوزيتيف اونلي. يعني انت ايه؟ يعني انت هنا دلوقتي كل ما المستخدم في كل اتيريشن في كل لفه هيدخل لك رقم، والرقم ده حضرتك هتشيك عليه او هتختبره. طول ما الرقم ده بوزيتيف هتاخد الرقم اللي دخله لك المستخدم وتجمعه على الارقام اللي قبلها، صح كده؟ صح. يبقى بالتالي ايه الشرط اللي عندي؟ الشرط اللي عندي ان الرقم اللي هيدخله المستخدم يبقى بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني الرقم اللي عندي لازم يبقى ايه؟ يبقى اكبر من الصفر. خلاص احنا الكلام ده احنا حفظناه وبقينا فيه اساتذه يعني. طيب لو اجي افكر في البرنامج ده، تعالى نمسك كده واحده واحده. احنا اتفقنا الالجوريزم بتاعنا بيبقى ايه؟ اول حاجه الستارت، وتاني حاجه الديكلاريشن بتاعت الفاريبلز، ان انا بحدد ايه هي المتغيرات اللي عندي وانواعها ايه، او انواع الداتا اللي هتخزن فيه، صح كده؟ تمام. طب انا هنا عندي كام متغير؟ تعالى نمشي واحده واحده. قال لك رايت ا بروجرام تو كالكوليت اند برنت اوت ذا سم، يبقى كده عندي ايه؟ عندي سم دي متغير، ماشي؟ ذا انبوت نمبرز يبقى عندي متغير تاني اللي هو مين؟ اللي هو النمبر. ليه مش نمبرز؟ يعني مش متغيرات كتير، لا هو رقم واحد وكل شويه هكرر تنفيذه. يبقى عندي نمبر ده متغير، سميته بقى نمبر، سميته نم، سميته ام، يعني زي ما انت عايز. هما عندي متغير اللي هو نمبر، وعندي متغير اللي هو السم، تمام؟ فروم ذا انبوت يوزر. وايه تاني؟ عندي حاجه تانيه، يبقى انا عندي السم وعندي ايه؟ وعندي النمبر، بس كده، تمام. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ بص يا سيدي، تعالى نفتح الماتلاب ونشوف. تعالى نفتح نيو سكريبت ونتكلم. اول كده باي ديفولت اول حاجه هتعمل ايه؟ هو طالب منك ايه؟ طالب منك تاخد من المستخدم رقم. يبقى انا عندي متغير اسمه ايه؟ اسمه نم. النم ده هجيبه ازاي؟ هجيبه من المستخدم. يبقى النم هيساوي ايه؟ هيساوي، يبقى اقول له هنا كده نم، المتغير اللي اسمه نم، انبوت هيساوي انبوت، وبين قوسين اقول له ايه؟ اقول له بليز انتر ذا نمبر فاليو، واقفل السنجل كوتيشن، تمام. يبقى انا كده عملت ايه؟ ده ماشي معاه واحده واحده اهو. هو قال لك ايه؟ قال لك عفوا عايز برنامج يجمع الايه؟ الرقم اللي انت هتدخله، الارقام اللي هتدخلها مين؟ المستخدم. يبقى انا اول حاجه عملتها ان انا خدت قيمه من المستخدم لاول رقم، صح كده؟ صح. يبقى عايز يعمل ايه؟ يجمع. يبقى هنعمل ايه؟ متغير اسمه صم، واديله قيمه ابتدائيه صفر. ليه صفر؟ عشان ده المحايد الجمعي، ان اجمعه على اي حاجه مش ايه؟ مش هيبوظ لي الايه؟ العمليه بتاعت الجمع. يعني زيرو على اي حاجه هي ايه؟ هي نفس الحاجه، تمام؟ تمام. حلو قوي كده. عايز اعمل ايه بقى؟ بص الكلام اللي انا بقوله، عايز اعمل ايه؟ عايز وايل، تمام؟ وايل، وايل ايه؟ وايل طول ما الارقام اللي بيدخلها المستخدم بوزيتيف، يبقى وايل نم اكبر من الزيرو. يبقى ده الشرط اللي عندي اهو، وايل نم الرقم اللي دخله المستخدم اكبر من الزيرو، اعمل لي ايه؟ جمع لي القيمه اللي هيدخلها لي المستخدم دي على القيم اللي قبلها. يعني جمع لي ايه؟ جمع لي القيمه الجديده على القيم القديمه. ما عنديش غير جمله واحده خلاص احنا حفظناها، صم الجديد هيساوي صم القديم زائد مين؟ زائد المتغير اللي انا عايز اجمعه اللي هو النم، صح كده؟ صح. طيب بعد كده
هاخد القيمة الجديدة من المستخدم. يعني أنا إيه، هو عايز آخد القيمة بتاعتي من المستخدم وأتأكد هل هي بوستيف ولا نيجاتيف، ولو بوستيف أجمعها صح. يبقى إيه، يبقى أنا جمعت القيمة الأولانية على أول صم اللي هو كان بصفر، تمام. فده لو مثلا كان 30، يبقى الصم اللي كان بصفر بقى فيه أول قيمة اللي هي مين، ال 30. وبعد كده عايز آخد القيمة الجديدة، فآخد القيمة الجديدة إزاي؟ هي نفس الجملة، إن أنا النم هيساوي مين؟ input please enter the number value. وبعدين بعد كده في عندي حاجة تانية أعملها؟ لا ما عنديش. يبقى كده إيه؟ أقفل الـ end دي. طيب وبعد كده بعد ما أخلص خالص، طول ما الأرقام دي موجبة، يعني هو بص أنا هنا بعمل إيه؟ دخلت أول قيمة للرقم وحطيت الصم أول مرة بزيرو، فهو هنا فتح لك مكانين، أول مكان سماه نم وحط فيه القيمة اللي هيدخلها لك المستخدم، وفتح لك مكان جديد اسمه صم ماشي، وحط لك مكان وحط لك فيه كام؟ صفر. وهتيجي هنا تشيك على الشرط اللي هو مين؟ اللي هو الرقم بتاعك ده، هل هو أكبر من الصفر ولا لأ؟ طول ما الرقم، لو الرقم ده اللي هو ده كان في حياتنا في المثال بتاعنا اللي هو 30 مثلا أكبر من الصفر، هاجي أروح جاي إيه؟ صم الجديد هيساوي صم القديم اللي كان صفر زائد ال 30. واجي بعد كده اقول له ايه، دخل لي قيمه الرقم الجديد بليز انتر ذا نمبر فاليو، واحطها في مين، في النم. فالنم القيمه اللي دخلت الجديده مثلا سي 30 سي 20، بقى 20 هتعمل ايه، هيمسح ال 30 القديمه ويحط مكانها الايه، ال 20. ويجي بعد كده يروح جاي لافف تاني يشوف ال 20 اكبر من الصفر، اه اكبر من الصفر، يروح يجمعها على القيمه اللي كانت موجوده في الصم اللي هي كانت ال 30، فاصبح الصم الجديد كام، 50. وبعد كده يروح يقول للمستخدم دخل لي قيمة الرقم، فالمستخدم هيدخل رقم سي 15، ال 15 هيروح يمسح ال 20 ويحط ال 15 مكانها، ويروح يعمل ايه، تشيك عليها تاني، يشيك عليها يختبرها، يشوف الرقم ده 15 ده اكبر من الصفر، اه اكبر من الصفر، يروح يجمعها لي على القيمة اللي كانت موجودة في الايه، في الصم اللي هي كانت كام، اللي هي كانت 50، اصبح الصم الجديد كام، 65، وهكذا لحد ما المستخدم يدخل قيمة كام، ماينس قيمة سالبة سي سالب واحد. دخلت سالب واحد، الشرط مش متحقق، سالب واحد مش أكبر من الصفر، يعني الشرط ده فولس، فيروح جاي مكنسل اللوب، عامل لها سكيب كأنه مش شايفها، ويروح عامل جمب لأول أمر بعد مين؟ بعد الإنت، اللي هو مين؟ اللي هو ديسب، وبين قوسين أقول له مثلا ذا توتال صم of the entered numbers is ماشي، و single quotation واقول له this بمين، this بالصم اللي هو اعرض لي قيمة الصم. فانا هنا بقول له ايه، اعرض لي الرسالة النصية دي اللي هو محصلة مجموع الارقام اللي دخلت دي هو وديس بالصم. طب تعالى كده ننفذ البرنامج ده ونشوفه. قال لك اول حاجه ايه، بليز انتر ذا نمبر فاليو، فسي مثلا هندخل له كام، هندخل له 10. قال لي بعد كده هو خد ال 10 سيفها عنده، تمام. بعد كده قال لي ايه، قال لي بليز انتر ذا نمبر فاليو 20. بعد كده قال لي بليز انتر ذا نمبر فاليو، تمام، سي مثلا 30. بعد كده بليز انتر ذا نمبر فاليو 15 17. بعد كده ايه، سالب واحد. قال لي ايه، قال لي بص ذا توتال سم اوف ذا انتر نمبر از كام، 77. تعالى نجمع دول كده، ادي 20 و10 30 و30 60 و17 77. البرنامج بتاعنا شغال ايه، شغال صح، ان هو شغال عمال اتريشن، عمال يجمع طول ما الارقام هي ايه، بوزيتيف. اول ما الرقم تبقى نيجاتيف هيطلع ايه، بره اللوب. بس خلي بالك مش نيجاتيف بس، ده نيجاتيف والزيرو، الزيرو كمان مش معاك في اللعبه. يعني مثلا لو جينا هنا اهو ايفالويت سيلكشن، بس تعالى نعمل سي ال سي عشان تبقى باينه، وكلير اهو، وتعالى نعمل ايفالويت سيلكشن. لو انا جيت هنا قلت له ايه، قلت له 9، وجيت بعد كده رحت قايل له كام، زيرو، اهو اللوب انكسرت وقال لي ذا توتال نمبر اوف ذا انتر نمبرز از كام، از 9، اللي هو ايه، التسعه بس.
طب ايه رأيك بقى لو انا اصلا دخلت له رقم سالب او صفر من اول مرة، هيطلع لي ايه؟ تعال نشوف، هو هيطلع لي زيرو اهو. لو دخلت له زيرو طلع لي ايه؟ زيرو. انا كده كسرت مين؟ اللوب. هو ما دخلش جوه اللوب اصلا. ليه؟ لان الرقم اللي انت دخلته زيرو. هل الزيرو اكبر من الزيرو؟ لا. يبقى خلاص هو حافظ مين؟ حافظ الصم اللي هو انت كنت مديله، اللي هو كان بكام قيمه ابتدائيه؟ كان بزيرو. هي دي التريكات اللي بتيجي في ايه؟ في الامتحان. طيب تعالى نشوف بقى ايه التمرين التاني. مثلا التمرين التاني على نفس السيتويشن ده، ان انا شغال لوب اللي هو وايل لوب على كونديشن معين. رايت اما تلاقي بروجرام ذات اكسبتس مالتيبل انتجر نمبرز. بص اكسبتس يعني بيقبل من المستخدم العديد من الانتجر نمبرز، ماشي، اند برنت اوت اف اي اف ذا نمبر اف ذا نمبرز ار اود. اول كلمه انا عارف هتقولها لي ايه هي؟ هتقول لي يا دكتور احنا اشتغلنا البرنامج ده قبل كده بس كنا شغالينه على الاف. هقول لك اه، بس كنا، خد بالك من كلمه، انا لما كنت شغال على الاف انا كنت بعمل تشيك او بختبر رقم واحد، لكن انا هنا بقول لك ايه؟ رايت ماتلاب بروجرام ذات اكسبتس مالتيبل العديد من الانتجر نمبرز، يعني ايه؟ شويه ارقام كتير. والبرنامج هيقعد كل رقم يدخلوه للمستخدم طول ما هو الارقام دي اود هو مكمل في اللوب، لكن اول ما الرقم من الارقام اللي داخله دي يبقى ايفن اللوب هيحصل لها ايه؟ سكيب. اللوب هتنكسر لان الشرط ساعتها هيبقى ايه؟ هيبقى فولس ويسيب اللوب ويخرج بره. طيب لو جينا احنا نتكلم الشرط هيبقى ماشي ازاي؟ طب تعالى ناخدها الاول واحده واحده، نعرف الاول ايه نفس تفكيرنا او طريقتنا في الشغل. انا بكتب الالجوريزم الاول، اول حاجه بعمل ستارت، تاني حاجه بعمل ديكلاريشن لمين؟ للفاريبلز. عندي كم متغير؟ بص تعالى نقرا السؤال، بيقول لك رايت ا ماتلاب بوليان كود ذات اكسبتس مالتيبل انتجر نمبرز، صح كده؟ تمام. طالما مالتيبل انتجر نمبرز يبقى انا ايه؟ هعمل لوب. تمام، هي دي كلمه ايه؟ لوب. ان انا هو في الاول والاخر هو متغير واحد اللي هو النمبر بس، بكرر تنفيذه مالتيبل انتجر نمبرز. تمام، فروم ذا يوزر، يبقى انا عندي متغير واحد اللي هو مين؟ النمبر. اند برنتس اوت اف ذا نمبر اف ذا نمبر ايه؟ اف ذا نمبرز ار اود، لو الارقام اود. يبقى انا هيطلع لي الاول بتاعي رساله نصيه اللي هو ايه؟ الرقم اود. تمام، طب الرقم لو مش اود خلاص اللوب انكسرت. تمام. فيبقى انا هنا الشرط اللي عندي ايه هو؟ وعندي كم متغير؟ دول السؤالين اللي لازم اسالهم في كل ايه؟ في كل برنامج. لما قريت السؤال كده انا ما عنديش غير متغير واحد بس اللي هو مين؟ هو النمبر، صح كده؟ تمام، عندي متغيرات تاني؟ لا، المتغيرات بتاعتي اللي هو ايه؟ النمبر في كل ايتريشن في كل لفه. طب المخرجات بتاعتي هي رساله نصيه اللي هو النمبر ايه؟ از اود. تمام، ومن هنا مش هشيك على الايفن طبعا، خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. تمام، انا طول ما اللوب، طول ما الرقم اللي بيخش لي اود فيبقى انا في الحاله دي ايه؟ اللوب مكمله. طيب لو الرقم اللي دخل لي ايفن اللوب انكسر وعمل سكيب ومش هيعمل اي حاجه بعد كده. تمام. طيب يبقى الشرط اللي عندي ايه؟ شرط الاود ايه؟ شرط الاود ان باقي اسمه الرقم على 2 لا يساوي صفر، صح؟ صح، يبقى هو ده الشرط بتاع الوان. طب تعالى نعملها. يبقى انا هنا هروح جاي رايح اخد ده كده اهو، ادي دخلت الرقم اللي هو نم واقول له وايل. بص بقى ايه الداله اللي انا بستخدمها عشان احسب باقي القسمه؟ اسمها مود، وافتح قوسين وبين القوسين اقول له ايه؟ اسم المتغير اللي هو نم كوما 2، يبقى كده باقي اسم الرقم اللي اسمه نم ده على 2، اقول له ايه؟ لا يساوي 0. يبقى ده الشرط اللي عندي، طول ما باقي اسم الرقم على 2 لا يساوي 0 اعمل لي ايه؟ هي رساله نصيه ديسب
هتطلع لي ايه؟ رسالة نصية the entered number is odd. في عندي حاجة تانية اعملها اكتر من كده؟ لا ما عنديش. اقول له ايه؟ واقول له end. وبعد كده لو انت عايز تقول له حاجة تانية تقول له بعد ما تخلص تقول له ايه؟ ديسب مثلا بروجرام از terminated because the entered number is even. ان انت اللوج انكسرت وبالتالي انت ايه طلعت رقم، اللوج انكسرت ليه؟ عشان الرقم انت دخلته ايه even. طيب تعالى ننفذ كنترول ايه ايفالويت سيلكشن. قال لك ايه؟ ليز انتر ذا نمبر فاليو فسي مثلا 3. اوه احنا كده عملنا غلطه. ايه هي؟ دخلنا في انفينيت لوب. ليه؟ هقول لك ليه، بس الاول عشان اوقف الانفينيت لوب انا قاصد اعمل الكلام ده عشان اوريك الغلطه بتيجي منين واوريك اوقف الانفينيت لوب ازاي. بوقف الانفينيت لوب بكنترول وسي مع بعض كده الانفينيت لوب بتوقف. طب ايه هي الغلطه؟ الغلطه ان انت اتعاملت مع البرنامج على ان هو قيمه واحده. بمعنى انت هنا دخلت قيمه الرقم اول مره صح؟ صح. وجيت هنا شيكت عملت اختبار للشرط بتاعك اللي هو بقى قسمه الرقم على 2 يساوي 0 او لا يساوي 0 اللي هو بقى الشرط بتاعك عموما صح؟ وبعد كده رحت مطلع مين؟ ان الرقم بتاعك ده قد. طيب فين بقى الارقام التانية؟ صح كده؟ يبقى انت ما دخلتلوش قيمة الارقام التانية وفي نفس الوقت ما عملتلوش الجملة توقف له اللوب صح؟ يعني هو هنا هيفضل يلف 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 على طول انفينيت لوب. ليه؟ لان هو خد رقم واحد بس والرقم الواحد ده هو عمل تشيك عليه مرة واحدة وعمال يلف كل مرة ان رقم قيمته ما بتتغيرش. يعني مثلا 5 خلاص هو في كل مره بيدور على بيعمل تشيك على 5 والخمسة 5 اوريدي اود فكل مره هيطلع لك زي انتر نمبر از اود زي انتر نمبر از اود زي انتر نمبر از اود. ليه؟ لان القيمه اصلا 5 والخمسة 5 اوريدي ما بتتغيرش. فلازم اعمل هنا ايه؟ اضيف الجمله دي اللي هي جمله ايه؟ اللي هو من فضلك دخل لي قيمه الرقم في كل مره في كل اتريشن. وكل اتريشن هو المطلوب ان هو يختبر الشرط بتاعك او يختبر الرقم بتاعك هل هو اود ولا لا. تمام. ولو اود يطلع لك مين؟ يطلع لك الرقم بتاعك از اود وياخد منك قيمه الرقم الجديد. وكل مره يروح يختبر الرقم هل هو اود ولا لا. لو اود يطلع لك رقم اود وياخد قيمه الرقم الجديد والرقم الجديد ده يروح يختبره من تاني. لو الرقم الجديد بتاعك ده طلع ايفن هيكسر اللوب يعمل سكيب ويروح يطلع رساله لي. طب تعالى نجرب على قبل ما نعمل الكلام ده تعالى نعمل سي وكلير. تعالى بقى ننفذ ايفالويت سيلكشن. قال لي بليز انتر ذا نمبر فاليو فسي هدخل له 7. قال لي ذا انتر نمبر از اود هدخل له 9. بص كل مره وراح جاي مطلع لي رساله نصيه تاني. بص ذا انتر نمبر از اود وراح مطلع لي ايه؟ بليز انتر ذا نمبر فاليو. يبقى هو نفس السيكونس اهو. The entered number is odd يعني هو عمل تشيك على الشرط بتاعي واتاكد ان الشرط فعلا الرقم اللي دخلته ده فردي. تمام. لان باقي الاسم بتاعه على الاثنين ما بيساويش الصفر وبالتالي دخل جوه مين؟ جوه اللوب. طلع لي الرساله اللي هو The entered number is odd وطلع لي ايه؟ من فضلك دخل لي قيمه الرقم الجديد. تمام. فالرقم الجديد مثلا هديله 1 برضه نفس الكلام شغال بيكرر تنفيذ الجمل The entered number is odd وبليز انتر زي ايه ذا نمبر فاليو دخلت له 5 نفس الكلام. طب تعالى ندخل له رقم 2 كده اهو. راح قال لي ايه؟ بروجرام از ترمينيتد بيكوز ذا انتر نمبر از ايفن. البرنامج بتاعك انتهى. ليه؟ عشان الرقم اللي انت دخلته ايه؟ رقم زوجي. لان هو في الحاله دي عمل ايه؟ عمل سكيب لللوب وراح عامل جامب من الوايل لحد مين؟ لحد اول امر بعد الان. ليه؟ عشان الشرط بقى فولس بقى مش متحقق. تمام كده؟
تمام. يبقى احنا كده خلصنا السيتويشن الاولاني، ان انا عندي الوايل وعندي شرط هنا، والشرط ده طول ما هو متحقق انا بدخل انفذ الجمل اللي جوه دي. تمام. طيب الشرط مش متحقق، فولس، الشرط ده كده اللي هو بعد الوايل ده مش متحقق، يبقى هيكسر اللوب، هيعمل سكيب للوب ويعمل جامب. الكرسور بتاعك المؤشر بدل ما هو واقف هنا هيعمل جامب يروح لمين؟ لاول امر بعد مين؟ بعد الايد. اتمنى ان الكلام ده يكون ايه؟ يكون مفهوم. طيب تعالى بقى من ايه؟ نروح لسيتويشن جديد او حاله جديده. ايه السيتويشن الثاني بقى؟ السكند سيتويشن. انت عندك الوايل ستيتمنت، عذرا، الوايل ستيتمنت ويز كونديشن depends on loop counter، يعني انت هتكرر تنفيذ الجمل بتاعتك دي عدد معين من المرات، وبالتالي الكونديشن بتاعك هيبقى معتمد على مين؟ على اللوب كاونتر. قلنا بنعملها ازاي؟ في ثلاث خطوات مهمين. اول خطوه ان انا بعمل initialization او قيمه ابتدائيه للعداد بتاعي او اللوب كاونتر. تاني خطوه الوايل نفسها والشرط بتاعها، وجواها مين؟ جواها الاوامر اللي انا عايز انفذها طول ما الشرط بتاعك متحقق، والشرط بتاعك ده مبني على مين؟ على العداد. وبعد كده بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ طيب تعالوا نشوف كده مثال وتمرين ونشتغله. بيقول لك اكسرسايز 3، بيقول لك رايت ماتلاب بروجرام تو كالكوليت اند برنت اوت ذا بونص جريد اوف ايه؟ ذا بونص، بس مش جريد بقى، ذا بونص اوف 14 امبلويز. امبلويز 14 امبلويز يعني ايه؟ معناها ان انت عايز تحسب حوافز ذا بونص اوف 14 امبلويز، عايز تحسب حوافز 14 موظف شغالين في شركه ما. تمام. فبنيجي نحسبها ازاي؟ لمجرد انك تحسب الكلام ده او تقرا الكلام ده، السؤال ده نبتدي نحلل السؤال زي ما اتعود. بنكتب اول حاجه الالجوريزم، اول خطوه عندي مين؟ نستارت. تاني خطوه فاريبل ديكلاريشن، اللي هو ايه؟ ان انا اعرف المتغيرات اللي عندي، اعرف ايه هما المتغيرات. طيب عندي كام متغير؟ هو بيقول لك ايه؟ ذا بروجرام تو كالكوليت اوت ذا بونص اوف ايه؟ اوف 14 امبلويز. هو هنا مش المفروض ذا بونص، المفروض برنت اوت ذا صم، ذا بونص صم مجموع حوافز 14 موظف. فهنا دي تتعمل ازاي بقى؟ انا عندي هنا كم متغير؟ عندي اول حاجه البونص، الحافز بتاع كل موظف. تاني حاجه عندي ايه؟ الصم، اللي هو مجموع الحوافز بتاعت ال 14 موظف. عندي متغير تاني، العداد اللي هي ايه؟ اللي هيمثل لي ال 14. وممكن اخلي البرنامج اعم واشمل، ان انا بدل ما ادخل له قيمه 14 اخليه ايه؟ اخلي المستخدم يدخل لي عدد الموظفين، وبالتالي البرنامج يبقى عام، ممكن ايه؟ اي حد يستخدمه في اي وقت، مش لازم 14. فتعالى نمشي الاول على ايه؟ على 14، وبعدين بعد كده نبقى ايه؟ نخليها عام. طيب تعالى هنا بقى اول حاجه انا عندي 14 موظف، صح كده؟ صح. عايز اعمل ايه؟ عايز ابتدي اجمع البونص بتاع ال 14 موظف. فاول حاجه هعملها ايه؟ عندي الصم بزيرو، يبقى عرفت متغير اسمه صم، ودي له قيمه ابتدائيه صفر. بعد كده هعرف اللوب كاونتر اللي انا هعده، هعد بيه العداد بتاعي، الايتريشن 0، الايتريشن 1، الايتريشن 2، وهكذا، وادي له قيمه ابتدائيه صفر. تمام. تمام. بعد كده ايه المطلوب بقى؟ هقول له طول ما اللوب كاونتر العداد بتاعك ده اقل من 14، يعني عايزك تلف 14 مره. فبعملها ازاي؟ بقول له وايل، وايل ايه؟ العداد بتاعك ده اقل من 14، ده هو عدد الموظفين، ايه المطلوب جوه؟ اول حاجه هتقول له ايه؟ بونص يساوي انبوت، تاخد البونص من مين؟ من اليوزر. اليوزر هيدخل لك في كل حاله قيمه البونص. هقول له ايه؟ بليز انتر ذا بونص فاليو. تمام. تمام. سيمي كولن.
سيمي كولون كده، فيبقى الايه القيمه اللي المستخدم هيدخلها لك هتخزن في مين؟ في الورك سبيس، مش هتظهر لك في الكوماند ويندو. ايه المطلوب بعد كده؟ المستخدم دخل لي قيمه البونص 100 100. ايه المطلوب؟ اجمع الاصم الجديد، خلاص حفظنا بقى، يساوي الاصم القديم زائد مين اللي انا هجمعه عليه اللي هو البونص. طيب في حاجه ثانيه هعملها، اوعى تنسى تزود اللوب كاونتر بواحد، تعمل انكريمنت لللوب كاونتر. ليه؟ لو ما عملتش الخطوه دي هنخش في مين؟ في انفينيت لوب. تعال نجربها انفينيت لوب. ماشي انت، واجي بعد كده هقول له ايه؟ هقول له ديسك بين سنجل كوتيشن ذا سم اوف بونص از وذس مين سم. تعال ننفذ. قال لك انتر ذا بونص فاليو، فسي مثلا 50، بعد كده انتر ذا بونص فاليو 70 20 30 40 70 90 40 1 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16. يعني واخد بالك انا بعمل ايه؟ انا بعد العداد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. بص انا عمال ايه اعد اهو واللوم ما بتقفلش. طب انا كده ان انا ايه، انا عديت، انا عايز الف 14 لفه بس، انا عديت كتير قوي وما بتقفلش. يبقى انا كده دخلت في ايه؟ في انفينيت لوب. بعملها ازاي؟ كنترول مع السي. يبقى انا كده عملت ايه؟ وقفت الانفينيت لوب بتاعي، كنترول وسي، واجي اقول له سي ال سي وكلير. طيب انا عايز بقى اظبطها، اجي هنا ايه؟ قبل الاند كده واقول له اي يساوي اي بلس 1 بسيمي كولون. ده انا كده عملت ايه؟ بزود العداد، اول مره كانت العده صفر، بعد كده في نهايه العده في نهايه الايتريشن اللفه بقت العده واحد، واكرر الواحد اقل من 14 خش نفذ. بعد كده اي جديد هيساوي اي القديم اللي هو كان واحد زائد مين زائد واحد، بقى كام؟ 2. 2 اقل من 14 وهكذا لحد ما يوصل ان الاي كام؟ 14. اقل من 14 لا، يبقى الواي لوب ايه؟ انكسر. تعالى ننفذ. اول حاجه هقول له ايه؟ اول قيمه بتاعت الحافز مثلا سي 1 عشان نبقى ايه؟ نعرف ان احنا كسرنا اللوب. ادي اول عد او اول اتريشن اول لفه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وبعد كده ايه؟ وقف. يبقى لف كام لفه؟ 14 لفه. وجمع لك ايه؟ البونص طلع كام؟ 105. لما نجمع بقى الارقام دي كلها تطلع كام؟ 105. صعب؟ لا مش صعب، موضوع سهل. كل القصه في ايه؟ ان انا بحط هنا ادي قيمه ابتدائيه للعداد بتاعي، يبقى متغير حط في قيمه ابتدائيه سي، هبدا اعد من زيرو، هبدا اعد من واحد، هبدا اعد من 10 وهكذا. والوايل واحط الشرط بتاعي، هيبقى الشرط ده اكيد اكيد ليه علاقه بمين؟ ليه علاقه بالكاونتر. طول ما الكاونتر ده اقل من الرقم اللي انا عايز اوصل له تمام، خش نفس. واجي هنا اقول له ايه؟ اقول له اي يساوي اي بلس 1، وبعد كده لحد ما اوصل ان الشرط ده يبقى فولس، هيعمل سكيب لللوب ويعمل جامب من هنا الكيرسور لحد مين؟ لحد اخر او اول سطر او اول امر بعد مين؟ بعد الان. تمام كده؟ تمام. طب سؤال يا دكتور، هو انا هنا لازم دايما اعد من تحت لفوق يعني من زيرو وانا طالع؟ لا، ايه مشكله؟ طب ما تعد العكس. يعني ايه؟ يعني ابدا هنا، تعالى نعملها كده، نعملها عد تنازلي، ابدا من 14 واغير الشرط بقى. بص بقى هنا، وايل اي اكبر من الزيرو. ايه ده؟ هو انا شايف صح؟ انت شايف صح. انا بدل ما ابدا من الزيرو واوصل ل 14، لا هتبدا من اي بتساوي واحد واي اكبر من الزيرو. يعني اول مره ال 14 اكبر من الزيرو، بس هنا اعمل ايه بقى؟
اقول له اي الجديد هيساوي اي القديم ماينس 1. يعني بعمل ايه؟ بعمل ديكريمنت. نيجي ننفذ، تعالى ننفذ سي ال سي وكلير. هنا كنترول اي ايفالويت سيلكشن. اول قيمه عندي اقول اتريشن اهو، اهي 1 2 3 4 كده، اللفه الرابعه، اللفه الخامسه، اللفه السادسه، اللفه السابعه، اللفه الثامنه، اللفه التاسعه، اللفه العاشره، 11 12 13 14، ونفس القيمه اهي اداني كام؟ الصم هو 105 برضو، ولفيت 14 لفه. تمام، او البونص اهو. تمام، لفيت كام؟ 14 لفه. تمام، بس الفكره ان انا بدل ما كنت بادئ من الزيرو واقف عند 14، لا بدات ب 14 وعديت عدد تنازلي لحد ما وصلت لكام؟ للزيرو. تمام، طيب تعالى نشوف المثال اللي بعد منه بيقول لك ايه. Write a MATLAB program to calculate and print out the average grade of 8 of 5 students. هي نفس البرنامج اللي فات، مع اختلاف ايه؟ مع اختلاف ان البونص بقى اسمه جريد. تمام، واختلاف ان انا بدل ما كنت هطلع الصم لا هطلع افريج. افريج يعني ايه؟ يعني مجموعهم على عدده. تمام، ازاي؟ تعال نشوف. انا بس في حته هنا قبل ما امشي، عشان انا كنت قايل لك عليها، قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا عايز اخلي البرنامج بتاعك تمام يقف عند مين؟ يعني يخلي المستخدم يدخلك عدد الموظفين. فاقول له مثلا ان يساوي انبوت، واقول له ايه؟ بليز انتر ذا واجي انا اقول له ايه؟ اقول له اي هيساوي مين؟ هيساوي الان. او ان انا لو بادئ الاي من بيساوي زيرو والاي اقل، يبقى اقل من مين؟ اقل من الان. هي تمام؟ فسي مثلا كده اقول له هنا سي ال سي وكلير، واجي هنا كنترول اي وايفالويت سيلكشن. قال لك ايه؟ بليز انتر ايه؟ عدد الموظفين. امبلوي نمبر، امبلويز نمبر. فاقول سي مثلا 5. تمام، فالان بكام؟ ب5. البونص فاليو دخلت لي 1 2 3 4 5 لفه، كام لفه؟ 5 لفات. طيب تعالى في البرنامج بتاعنا بقى اللي هو هنا بيقول لك ايه؟ عايز يحسب متوسط درجات 5 طلاب. سهله، الصم هو الصم، البونص هيبقى مين؟ هيبقى جريد. البونص ده هيبقى جريد. تمام، وهاجي هنا صم بلس مين؟ بلس جريد. وهاجي هنا اقول له لا، اخلي قيمه مين؟ قيمه الجريد بقى مش البونص. وهنا هقول له عدد مين؟ عدد الستودنتس، طلبه، ستودنتس نمبر او ذا نمبر اوف ستودنتس. تمام كده. وهنا في المثال بتاعنا ده انا ماشي بالمقلوب اهو، ايه؟ عامل ديكريمنت، انا بادئ من الكبير ونازل. هي بادئ من الكبير، بادئ من الصغير، مش هادئ. واقول له هنا ايه؟ واجي هنا اقول له افريج هيساوي ايه بقى؟ هيساوي الصم المجموع بتاعي ده على مين؟ على عددهم. مين عددهم؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الان. تمام، واجي هنا اقول له ايه؟ display الافريج، وهنا display average of students grades. ومش اس بقى، هتبقى مين؟ هتبقى لا، اس دي عايد على الافريج. ماشي، تعالى ننفذ سي ال سي وي كلير
وتعالى ننفس. طلب مني عدد الستودنتس سي 4، عايز افريج بتاعت الايه، عايز انتر جريد فاليو. ماشي، هنقول الستودنت الاولاني كان 50، الستودنت الثاني 60، الستودنت اللي بعده 70، الستودنت اللي بعده 80. اهو كده خد مني كام قيمة؟ خد 4 قيم، 4 درجات. انا قلت له عدد الطلبة كام؟ 4، وبحسبهم جمعهم وقسمهم على مين؟ على عددهم اللي هو الـ4، وطلع لي مين؟ الـ65. تمام كده؟ تمام. يبقى احنا حتة ان انا اشتغل لوب مبنية على عداد على كاونتر، اعتقد ان هي سهلة قوي. كل القصة في ايه؟ ان انا بعمل انيشاليزيشن للوب كاونتر، سواء بقى هعد بقى تصاعدي، يبقى هبدأ من الصفر او الواحد وانا طالع، او اي قيمة انا عايز ابدأ منها وابدأ طالع. فلو انا طالع يبقى اللوب كاونتر بتاعي هيبقى اقل من حاجه، وهنا الاي هيبقى اي بلس 1. طيب لو انا عايز اعد ديكريمنت او تنازلي بالسندنج اوردر، عد تنازلي، يبقى هبدا من الاي باكبر رقم، اللي هو مثلا سي عندنا اللي هو عدد الستودنتس، عدد الامبلويز، عدد زي ما انت عايز بقى، يبقى رقم توتال يعني. وهاجي هنا الشرط هيبقى مقلوب، بدل ما اللوب كاونتر بتاعك اللي هو الاي اقل، يبقى الاي اكبر، وايل اي اكبر، ده الشرط. واجي هنا اقول له ايه؟ اقول له ما تنساش تعمل ديكريمنت، تقلل قيمه اللوب كاونتر في كل ايتيريشن، في كل لفه بواحد. تمام. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا 2 سيتويشنز. اول سيتويشن ان انا عندي سيرتين كونديشن للوايل لوب، طول ما هو متحقق انا بدخل جوه اللوب وانفذ، اول ما ايه ما الكونديشن ده يبقى فولس بعمل سكيب للوب كله. تاني سيتويشن ان انا عندي بلف عدد معين من المرات، تمام، او بنفذ كود او جمل عدد معين من المرات، وبالتالي لازم يبقى عندي ايه؟ لوب كاونتر عداد. وما تنساش موضوع تزود العداد بواحد عشان ما نخشش في ايه؟ في انفينيت لوب. تمام. الكونديشن التالت بقى، الكونديشن التالت ده لازم تفوق لي فيه شويه، لان ايه، انا هقعد اجرب لك في كذا مره كده، وهوريك الاخطاء الشائعه والحاجات اللي بتيجي في الامتحانات باستمرار وما فيش حد فيكم بيحلها. فتعالوا نفوق كده ونركز مع بعض، فوق لي كده وركز معايا. السيوشن التالت بقى، ان انت عندك ميكس من ايه، من التو كيسز اللي فوق. يعني ايه؟ يعني انا عندي اكتر من شرط، وكذا شرط دول جوه الوايل لوب، وابتدي استخدم بقى يا الاند يا الاور. تمام، كل الكلام جميل. تعال نشوف الاكسرسايز اللي عندك. بيقول لك رايت ا ماتلاب بروجرام تو كالكوليت اند برينت اوت ذا افريج جريد اوف ايه 5 ستودنتس. يبقى انا عايز متوسط درجات 5 طلاب. اور او البروجرام بتاعك ويل ترمينيت، بس يعني هنا المفروض مش اور بقى، هنا دي المفروض اند. اند ايه؟ اند البروجرام بتاعك ويل ترمينيت اف ذا يوزر انترز كام؟ انترز سالب 1. بمعنى ان انا عايز المستخدم يدخل 5 درجات للطلب، وانا كبرنامج هاخد في كل اتريشن في كل لفه درجه الطالب، زي ما عملت في الايه؟ في البرنامج اللي فات. يعني ده كده لحد ال 5 ستودنتس، ده البرنامج القديم لسه حل دلوقتي. طب ايه الجديد بقى؟ انا عايز لو المستخدم بتاعك دخل لك سالب واحد في الجريد، ايه اللي يحصل؟ البرنامج يترمينيت، ما يكملش، ويطلع لك مين؟ ويطلع لك الافريج جريد بتاع مين؟ بتاع الطلبه الايه القديمه اللي هو حسبهم، اللي انت دخلتهم، يعني دخلت قيمتين يحسبهم، دخلت ثلاثه يحسبهم، وهكذا. طيب تعالى نحسبها، تعالى نشتغلها. اولا انا عندي كم متغير؟ تعال نمشي واحده واحده. انا عندي الجريد درجه الطالب، وعندي المين الصم، وعندي الافريج ادي 3، وعندي الايه اللوب كاونتر ادي 4. جميل جميل. طيب هبتدي اشتغل نفس البرنامج القديم اللي انا لسه حامله دلوقتي، صح؟ صح. طيب وبعدين بقى اعدل اللوب ازاي؟
تعال نعدي اللوب ونشوف الكونديشنز المختلفة اللي كانت بتحصل لنا. انا هنا هبدأ من مين؟ من اي بي زيرو واي اقل من الام، وهنا الاي الجديد هيساوي اي القديم بلس 1. لحد كده المفروض هو نفس البرنامج القديم بالظبط، تمام. طب ايه الجديد بقى؟ الجديد انا هنا اقول له ايه؟ اقول له اند مين بقى؟ اند الجريد لا يساوي سالب 1. يعني ده كده ايه؟ ده كده كل الشرط. تمام. طب انا الجريد ما عرفتوش. يبقى انا هنا قدامي اكتر من خيار. اول حاجة ان انا اقول له ايه؟ اقول له هنا كده جريد، اخد اول قيمة للجريد يساوي انبوت، وافتح قوسين واقول له ايه؟ بليز انتر ذا جريد فاليو او ستودنت جريد اي حاجه. تمام. عذرا. طيب جميل، تعال ننفذ ونشوف ايه المشاكل اللي هتظهر لنا في البرنامج ده. تعال كنترول اي ايفالويت سيلكشن. اول حاجه قال لي ايه؟ دخل لي عدد الستودنتس سي زي البرنامج ما هو طالب 5. بعد كده بليز انتر ذا جريد فاليو. جميل، تعال اول قيمه هدخلها ماشي 10 20 30 40 50. الله الله الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ادي 1 2 3 4 5. ايه اللي بيحصل؟ 60. خد كم قيمة مني؟ خد 6 قيم. ليه 6 قيم؟ عشان انا دخلت له اول قيمه مره، صح؟ يعني دخلت له اول قيمه من جريد اهي، وهنا لفيت كام لفه؟ الخمسه اللي هو اقل من ان، صح؟ طيب عشان اعمل القصه دي اعدلها ازاي؟ ده انا اول مشكله عندي هي قابلتني ان انا كده عندي ايه؟ 6 مرات. طب انا ممكن اعملها ان ناقص 1. استنى ما تستعجلش، تعالى نجربها الاول لما ندخل سالب 1 ونشوف اللي هيحصل ايه. تمام. من هنا سي ال سي وكلير هنا. دخلت له 5، اول قيمة 10 20 30 سالب 1. الله، ايه القيمة الغريبة اللي طلعت دي؟ 10 و20 30 و30 60. 60 على 3 60 على 3 لا 60 على 3 المفروض تطلع كام؟ 20. ما هو عمل ايه؟ هو جمع كمان السالب 1 وبقوا كده بالنسبه له كام واحد؟ عنده 4 قيم داخلين. يعني يعمل ايه؟ 60 طرح منهم واحد بقوا 59، 59 على بنزيرو مبقوش 3 بقى بقوا 4. فاداك رقم الخزعبلي ده اللي هو 9.8. يبقى البرنامج كده كله مشاكل. طب تعال ناخدها واحدة واحدة ونصلح البرنامج ده واحدة واحدة. طب هي رأيك يا دكتور؟ طب أنا أخليها تبدأ الجريد بصفر، أنا عارف دماغك هتروح لفين. أخلي أول قيمة ابتدائية الجريد بصفر. ماشي، لو انا الجريد بصفر تعالى نمشيها واحدة واحدة. تعالى نفس
students 5. enter the grade value. جميل، ادي 10 20 30 40 50. انا كده لفيت كام لفة؟ 5 لفات. ماشي، وحسب لي المتوسط مظبوط اهو، 20 و30 50 و50 100 150. بس لو جبت تشتغلها بقى على السالب واحد يعني هو ده كده مظبوط؟ مظبوط اه، بس مظبوط فين بقى؟ مظبوط في الحالة العادية. لكن تعالى بقى نشوف لو انا هشتغلها على السالب واحد ايه المشكلة اللي هتقابلني؟ يعني الحل المؤقت اللي انا عملته ده بزيرو، حطيت الجريد بزيرو عشان ايه؟ ما يساويش السالب واحد فادخل جوه اللوب فالكونديشن يبقى بتحقق. لكن تعالى ننفذ بقى الكلام ده. يعني انا كان عندي اول مشكله لما حطيت الجريد خليت المستخدم يدخله فاصبح عندي 6 جريدز على الرغم ان انا المفروض يبقى عندي كام؟ 5 بس. حليت الموضوع ده ان انا بدل ما احط اخلي المستخدم يدخل لي القيمه في اول مره حطيته بصفر، ودخلت هنا لفيت 5 مرات فالمستخدم دخل لي 5 قيم للجريدز فحليت اول مشكله. بس حليتها امتى؟ لما الجريدز كلها بارقام ما دخلش سالب واحد خالص. طيب تعالى بقى نجرب ندخل سالب واحد. ادي 5 ستودنتس، القيمه الاولانيه 10، القيمه الثانيه 20، القيمه الثالثه 30، القيمه الرابعه سالب واحد. فعلا عمل ترمينيشن ما كملش، بس عمل ايه بقى؟ اصبح عندي 1 2، ادي 10 و20 30 و30 60. 60 طرح منهم واحد بقوا 59 وقسم السالب واحد فاداك برضو رقم الخزعبلي ده. فيبقى انت برضو نفس القصه ما حلتش، لو برضو ايه حسب الايه السالب واحد، او بمعنى اصح تعالى عشان اظبطها لك شيل ده خالص وايه عشان تبقى انت الموضوع باين قدام منك، لان انت الافريج عامل لك مشكله بمعنى اصح مش مستوعب ايه اللي بيحصل. تعالى اهو ادي 5 10 20 30 و30. بص الرقم كام؟ 59. يعني ظبطت الحته الاولانيه، باظت من حته مين؟ السالب واحد، انه بيجمع السالب واحد. طيب نعملها ازاي؟ واحد هيقول يا دكتور طب سهله ده احنا عملناها قبل كده. عملنا ايه؟ قلنا ناخد الصم ده الاول، ناخد الجمله دي الاول نعملها قبل مين؟ قبل الجريد. بمعنى ان انا في كل مره الجريد داخل واروح جاي ايه؟ اشيك عليه ان هو لا يساوي سالب واحد، فلو ما بيساويش سالب واحد خش واجمعه على الصم اللي قبل منه، تمام؟ وبعدين بعد كده خد القيمه الجديده بتاعت الجريد ولف تاني شيك عليها. فانت كده في كل مره بتشيك لو القيمه بسالب واحد مش هيخش يبقى مش هجمعها على الصم. صح، بس تعالى نشوف فيها غلطه برضه. تعالى نشوف CLC وكلير، تعالى نشوف ايه اللي هيحصل. ادي 5 ستودنتس، انتر ذا فاليو اوف جريد، ادي 10. ياخد الاول ان هم يتاكد ان هم ايه هيلف 5 لفات ولا اكتر، ادي 20 30 40 50. تمام، هو كده لف كام لفة؟ 5 لفات، صح كده؟ تمام، يبقى لي 10 20 30 40 50. بس هو فعليا هو خد مني كام قيمة؟ خد 5 قيم، صح؟ تمام، بس هو لف كام لفة؟ تعالى نشوف. هو هنا خد مني اول قيمه بتاعت مين؟ بتاعت الجريد، بعد كده القيمه الثانيه،
القيمة الثالثة، بعد كده القيمة الرابعة، بعد كده القيمة الخامسة، يعني 5 نقاط. تعالى بقى ننفذ CLC وكلير مع السالب واحد. ادي 5 10 20 30 وسالب واحد اهو 10 20 30. يبقى كده كام؟ عملها كام مرة؟ عمل جمع العشرة والعشرين والتلاتين وإيه؟ وما جمعش السالب واحد. يبقى أنا كده في الحالة دي أنا حليت المشكلة بتاعت مين؟ بتاعت السالب واحد، صح؟ بس خد بالك من حاجة بقى، أول إيتريشن، أول لفة، أول لفة السم كان بكام؟ السم كان بزيرو، والجريد كان بكام؟ كان بزيرو، فدخل في أول إيتريشن، الإيتريشن اللي هي رقم زيرو. عمل لي الصم بكام؟ زيرو يساوي زيرو زائد زيرو، وخد قيمة من المستخدم أول مرة اللي هي كانت كام؟ 10. واحد اثنين ثلاثة كده حلينا مشكلة السالب واحد، كده خلاص أنا مش هجمع سالب واحد تاني، تمام؟ 5، أدي أول 10، بعد كده 20، بعد كده 30، 40، 50، يبقى أنا كده خدت كام قيمة؟ أدي 1 2 3 4 5. بس تعالى ننفذ بقى، هنا عمل إيه؟ لو خدت بالك من حاجة هنا، الغلطة اللي أنا بتكلم فيها فين بقى؟ هنا 20 و30 50 50 50 و10 و40 50 50 و50 100، ما جمعلكش القيمة النهائية الخمسة. لا مش فاهم، ركز. أنا دخلت كام قيمة؟ 5 قيم. أنا واخد منك كام قيمة؟ 5 قيم، صح؟ هم ال 10 وال 20 وال 30 وال 40 وال 50، بس جمع لك كام؟ جمع لك الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. لا ليه؟ تعالى نرجع للبرنامج. اول اتريشن اللي هي اتريشن زيرو، كان الجريد بزيرو والصم بزيرو، فيبقى صم الجديد هيساوي صم القديم اللي هو كان زيرو زائد زيرو يديك كام؟ زيرو. يبقى الصم في اول اتريشن كان بزيرو، وبعد كده في نفس الايتريشن اللي هي اول ايتريشن، ايتريشن رقم 0 دي، انت خدت اول قيمه من المستخدم اللي كانت كام؟ ال 10، وزودت الاي بواحد بقى بكام؟ بقى بواحد. لف الاي اللي هو واحد اقل من 5، ترو. والجريد بتاعك اللي هو 10 لا يساوي سالب واحد، ترو. خش النظام الجديد هيبقى ب 10، وهتاخد الجريد الجديد اللي هو كام؟ 20، وبعد كده هتزود الاي بواحد بقى كام؟ 2. لف بقى كام؟ 20 و10 30، 30 تاخد الجريد الجديد اللي هو كام؟ 30، صح؟ 30 وتزود الاي بواحد وتلف، هتيجي تلاقي نفسك في اخر اتريشن انت جمعت الحبين الاخيره دي ما اتجمعتش. طب نحلها ازاي؟ في واحد تاني هيقول لي طب سهله يا دكتور، اجي هنا واقول له ايه؟ انا ناقص لي واحده، صح؟ ناقص لي واحده كده بتدخل بس ما بتتجمعش. اقول له خلاص احطها قبل اللوب، يعني اخلي المستخدم يدخلها لي قبل اللوب. هنا اهو دي طريقه تفكير. طب تعالى نجرب ونشوف. دخلت له كام؟ 5 ستودنتس عدد الطلب. بعد كده هقول له ايه؟ هقول له اول درجه للطالب 10، والطالب الثاني درجته 20، والطالب الثالث 30، والطالب الرابع 40، والطالب اللي بعده 50. الله، ده بقى عندي كمان زياده 60، يعني بقى عندي كام درجه كده؟ انت كده بقى اخدت مني 6 درجات.
في حين ان انا مطلوب ان ادخل 5 بس، بس الاوتبوت مظبوط يعني 10 و20 30 و30 60 60 و40 150 150، يبقى طلع لي فعلا مجموع الخمس درجات انا عايزهم، بس في عندي واحده زياده. يعني في المستخدم دخل لي كلمه زياده، فممكن يجي عندك ويقول لك المستخدم يقول لك انا مش عارف اصلا، مش عارف دخل ايه. تمام، يبقى انت هنا دي غلط. يبقى انت واخد بالك احنا ماشيين ازاي؟ احنا ماشيين الاول ان انا كان عندي لما جيت اعملها فلقيت ان انا عندي بدل ما بقى ما بشتغل لقيت عندي بيخش لي كام ايه؟ كام قيمه؟ لقيت بيدخل لي الاول 6 قيم، وبعدين بعد كده عدلتها، لا 6 قيم ولا 5؟ 6 تقريبا. وبعدين بعد كده عدلتها فلما جيت اشتغلها لقيت كمان في السالب واحد، كمان مشكله انه بيطرح لي كمان السالب واحد. رحت معدلها ازاي؟ ان انا قلبت الخطوتين دول، بدل ما كنت بعمل الجريد الاول وبعد كده الصم، معدلها. تمام، فعدلتها ازاي؟ انا اول مره عشان تبقى انت ماشي معايا في السيكونس واحده واحده. اول حاجه عملتها ان انا حطيت، كنت بدخل ايه؟ اول جريد المستخدم يدخله لي. تمام، عشان الجريد ده اقارنه بالسالب واحد، صح؟ فلقيت لما عملت كده لقيت بيطلع لي كام؟ ال6 درجات بالمنظر ده. طب انا هما انا عايزهم 5 بس، فاحنا حلينا الموضوع ده ان احنا حطينا الجريد بايه؟ بصفر، فظبط معايا 5. بس 5 لو كل القيم المستخدم دخلها لي ما فيهاش سالب واحد. لما جيت بقى المستخدم دخل لي سالب واحد ظهرت عندي مشكله جديده. ايه هي المشكله الجديده؟ ان السالب واحد نفسه بيتجمع على الرقم اللي عندي فيقلل لي من القيمه اللي عندي 1، وانا مش عايز كده. انا عايز القيمه اللي عندي تبقى كامله، لما يجي عندي المستخدم يدخل سالب واحد ما يخشش اللوب اصلا. جميل، قلنا نحل الموضوع ده ازاي؟ ان الخطوه بتاعت الايه اللي المستخدم هيدخل لي فيها الدرجه تبقى بعد الخطوه بتاعت المجموع، يعني يجمع الاول وبعد كده يدخل القيمه بتاعت الجريد ويروح ايه يلف بعد كده يشيك عليها الاول قبل ما يجمع، صح؟ بس لما عملت كده لقيته بيعمل ايه؟ لقيته بيجمع لي، بياخد مني 5 قيم ويجمع لي 4 بس. يعني انا عندي لغايه دلوقتي حليت اول مشكله ان انا كان عندي 6 فحليتها ان انا حطيت الجريد بزيرو. وبعد كده ظهرت لي مشكله تانية اللي هي مشكله مين؟ السالب واحد. رحت مبدل، فلما بدلت الجمله بتاعت الصم والجمله بتاعت ادخال الجريد، تمام، ظبطت السالب واحد، بس ظهرت لي مشكله جديده ان انا عندي ايه؟ ان انا بيجمع لي 4 قيم مش 5، يعني بيطير لي اخر قيمه. طب رحت عامل ايه؟ رحت راجع تاني شايل الجريد اللي كان بصفر وحطيت الجمله بتاعت مين؟ ان انا اخلي المستخدم يدخل لي القيمه عن طريق داله انبوت. فرجعنا تاني للنقطه بتاعت مين؟ بتاعت الست ايه؟ الست قرايات، يعني في قرايه زياده. طب احلها ازاي؟ هنا بقى يبقى لازم يبقى في عندي عنصر تاني خارجي، تمام، عن اللي انا متعود عليه يظبط لي الدنيا. بمعنى اقول لك انا عندي مشكله دلوقتي في ايه؟ المشكله عندي ان انا هنا مع السالب واحد الدنيا مظبوطه، تمام، بس مشكلتها الوحيده في ايه؟ انها بتديني قرايه زياده، صح؟ طب اعملها ازاي؟ بسيطه، انا عندي هنا بقف امتى؟ او القرايه دي بتظهر لي امتى؟ بتظهر لي لما الاي يبقى بان ناقص 1، صح؟ ما هي اخر اتريشن او اخر لفه هتتنفذ مين؟ انا ان اي اقل من ان، يبقى اخر اتريشن لما الان بايه؟ بان ناقص 1، صح؟ تمام، بتعمل لي المشكله في انهي جمله؟ في الجمله دي، صح؟ يبقى انا عايز الجمله دي يتم استبعادها فقط امتى؟ في الاتريشن اللي هي ان ناقص 1، صح؟ صح. فاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له اف اي، ماله الاي بقى؟ يساوي ان ماينس 1. لو الاي بقى بيساوي ان ناقص 1 اعمل لي ايه؟ اعمل لي بريك. ونيجي بقى عند جمله بريك دي، وانا اصريت ان اعمل البروجرام ده عشان اشرح لك البريك. البريك، تمام، دي جملة
بنستخدمها مع اللوب عشان توقف عمل اللوب. يعني انا محتاج ان انا اللوب تفضل شغاله شغاله وتيجي عند حته معينه اروح جاي كاسر اللوب، اكسرها بايه؟ بجمله بريك. تمام. واجي بعد كده اقول له ايه؟ else. else ايه؟ لو وصلنا عند الحته اللي انا عايز اوصلها ان الاي بيساوي ام ناقص واحد، ان هي اخر حاجه، ما تنفذيش بقى الجمله دي، اعمل لي ايه؟ اعمل لي بريك. انس، روح هات الجريد من اليوزر وزود لي الاي سو اي بلس 1 واقول له بعد كده مين؟ واقول له اند. تعالى نجرب سي ال سي وكلير، وتعالى تنفذ الاند دي بتاعت الوايل اهي، بص، والاند دي بتاع جمله مين؟ الاف انس اند. تمام. ايفالويت سيلكشن، عدد ستورز 5. تعالى نمشي على مين؟ ان احنا حلينا حته الست قرايات بقوا 5 اتظبطوا ولا لا؟ 10 20 30 40 50 اهي، 5 قرايات بس بتاعت الجريدز، والسته ايه؟ معلش بتظهر لي. طب جمع لي ست قرايات ولا لا؟ يعني 5 قرايات ولا لا؟ 10 و20 30 30 و30 60 و40 150 150، يبقى مظبوط. يبقى احنا كده ظبطنا مين؟ ظبطنا الجزء الاولاني ان القرايات 5. طيب سي ال سي وكلير، تعالى نشوف موضوع السالب واحد ظبط ولا لا؟ عدد الستودنتس كام؟ 5. دخلت له اول قيمه 10، القيمه الثانيه 20، سالب واحد، طلع لي الاوت بكام؟ الصم 3. يبقى البرنامج بتاعي كده ايه؟ مظبوط و100 100. تعالى نرجع بقى ايه؟ نشوف الحته اللي احنا عملناها. الوايل ادي شرطين، شرط ميكس، ميكس ما بين الشرط بتاع اللوب كاونتر اللي عدد اللفات، اند او اند، ان الشرط ده والشرط ده لازم الاثنين يحققوا ان الجريد بتاعك لا يساوي السالب واحد. اي لا يساوي السالب واحد. ساعتها اعمل له ايه؟ خش صام الجديد هيساوي صام القديم بلس الجديد، خلاص دي بقى الجمله محفوظه. هنا بقى يظهر معايا جمله البريك لاول مره احنا هنستخدمها. البريك دي بستخدمها ليه؟ عشان اكسر ايه؟ اكسر اللوب وقت التنفيذ لو عند كيس معينه او حاله معينه. عشان كده استخدمت لها مين؟ اللي هي الاف، ان انا لو الاي هيساوي ان ناقص واحد، اللي هي لو انا عندي الان بخمسه ان الاي يساوي اربعه، اعمل بريك وما تاخدش الجمله دي اللي كانت بتعمل لي مشاكل كل ما اجي انفذ تظهر معايا بايه؟ بزياده. تظهر معايا ان انت تطلب من المستخدم درجه زياده انا مش ايه؟ مش عايزها. ولحد كده يا شباب احنا خلصنا اللاب بتاعنا النهارده، تمام؟ ونشوفكم ان شاء الله في لاب جديد وبالتوفيق. كده الاساينمنت بتاعنا زي ما اتفقنا، المسائل اللي احنا ايه؟ في الشيت اللي احنا كنا طالبينها. واظن ان احنا غطينا كل الافكار ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله، واشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم.